طب بس خبرني خبرني بس شو المشروع اللي فايت فيه؟ لك المحل بدي اعمله، انا اخذت المحل بس بدي ديكور، هلا ما ديكور بدي اعمله اراجيل وما اراجيل. طيب نقصت شويه مصاري، انا قلت له اللي هو بيعمل لي اياهم، هو بيعطيني مصاري. بيعطيك معطى؟ بيعطيني اياهم معطى. ايه قد ايه؟ 100,000 دولار يا لطيف. ايه بلاش بلاش ما في شيء. انا متاكد على الحال، انا بعرف يحوي. هذا هو هذا هو. مرحبا كيفك عادي؟ نعم كيفك عباس؟ عادي. اهلا اهلا كيفك؟ انا هون شو مضيعني؟ لك وينك يا زلمه؟ يومين عم فتش عليك ما عم لاقيك. طب دق لي عادي، ما انا معي تليفون وانت معك رقمي. عم دق لك بس خطك مسكر. اه والله انا خطي مسكر. ما على علمي بعدين واتساب ما بترد. على كل حال شو انت فكرت بالموضوع؟ انا درست الموضوع وشغله كثير مهمه. والله انا حبيت المشروع. خذ راحتك بالحديث مع حدا غريب فينا يعني. انا خبرته حطيته بالاجواء وجابوا معي مثل شاهد. مش شاهد مش شاهد مش شاهد تفهمها غلط، بس بدي احسن ما يكون بعدين في اشكال. مزبوط مزبوط. عادي تعال نرجع من الركاب. انت بتعرف شو المشروع؟ انا عم بفتح هذا المحل ما هيك اراجيل وما اراجيل ونقصني مصاري. تمام انا حبيت المشروع. قد ايه المبلغ اللي بدك تعطيني اياه فينا؟ خيقول 100,000 دولار. 100,000 دولار بدك تعطيني اياه؟ بتضايقني اياه هون؟ اعطيك اياهم. حكينا بدي اعطيك اياهم. تعطيني اياهم؟ يعني ما في ورقه ما في تشيك ما في كمبيالي ما في شيء؟ عيب يا نعيم، ولو بنيتنا ورقه وكمبيالي وتشيك. ومش بكره اذا بفتح المطعم تيجي بتقول لي انا اعطيتك وضيعتك. لا يا خيي شو بك، خلص ما في شيء اسمه دين، انا ما بحب الدين يا خيي. عم بقول لك انت افتح المحل اوكي وبعدين كل حادث. طيب يلا وين المبلغ؟ وين المبلغ؟ مبلغ وين؟ منه معك هلا؟ منه هون. بدي احمل 100,000 دولار. بدي احمله هيك شو بك؟ 100,000 دولار شو بيطلع؟ 100,000 دولار خلص هلا بالبيت يا خيي. بالبيت. طب امتى بتبعت لهم؟ وقت اللي بدك انت. انت بعت لهم بكره. بكره مع بهيج. بعت لهم مع بهيج. بهيج فرصة بكرة. بهيج شوفيرك فرصة. كيف شوفيرك فرصة؟ ما عم فهم. طيب ليك هداك تاني شو اسمه؟ رودولف. رودولف وين؟ رودولف مرته عم تخلف. اه وفايز. فايز بعت له مع فايز. فايز مسافر بدوش 5 أيام ليرجع. طب شو العمل هلا؟ شو العمل هلا؟ شو العمل؟ مين بده يبعث لي هون انا بكرة المصريات؟ طاع طاع خدهم انت. ما بقدر بكرة، عنا 100 شغلة بكرة جاي تبع طرابلس بنقعد نحكي انا وياه. ما عندي وقت بكرة. بدك ياني اطلب مشوار من جل الديب عند الياس؟ يي شو شو جل الديب وعند الياس؟ عادل ما تعمل لي منه قصة هلا. بشرفك جيب لي اياهم للمصريات يا خيي. ما رح تجيبهم؟ طب اوكي ميرسي كثير ميرسي كثير. لا 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 حرقتوا هالبلد. بدهم يزلوك تيعطوك 100,000 دولار. 100 بده يزلوك. بكثير متكلب قدامهم. لا انا ما بدي اياهم للمصريات. لا 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 خلص روح. اذا حدا بده يزلني تيعطيني 100,000 ما بدي اياهم. لحظة بنطول بالك هلا. ما بدك ميرسي كثير. في شيء ميرسي كثير يا خيي. ما ما بدي انا انزل كرمالهم يا خيي. ما تعصبني. مين عم بزلك؟ ما بدي انا عم بتزلني هلا. مين عم بده ياني انا اروح جيبهم؟ لك شو صار لك انت؟ طب جيبهم شو المشكلة؟ مش عم بزحك. ما بدي اعمل مشكلة. ميرسي كثير على كل حال. عذبتك. لك ليه بتفكر هيك انت؟ عذبتك. شو بدك في يا اخي؟ خليه يروح يجيب لي يعمل لي حلاوة. ايه شو عم تعملت انتوا يا العادل مشان المصاري؟ ما عملت شيء. شو بدي اعمل؟ هلا انا مزبوط بدي اياهم المصريات ومستقتل وكل شيء. طب خدهم. انا بدي اخذهم. ليه بدي اخذهم؟ لما هو بجيبهم. ليش ما هو بجيبهم؟ هو بجيبهم. ما قال لي هو بدي اعطيك اياهم كمل معروفه ويجيبهم. ما بدي اجيبه انا. انت ما بتعرفني انا بهالقصص طيس يا زلمه. صح لك هلا تاخذ مصاري بتعملنا. خلص الله بدبر. بكره بشوف كيف بدبر. شو انا هلا من هيدا؟ ليش؟ اها هلا حول. عم تصير وهي القضيه. اهلا اهلا عادل. اهلا عادل. اهلا شفتون؟ شنو؟ تفضل شفتون؟ عيني عيني عادي. هدول مثل ما جايبهم هلا بتحملهم وبتمشي والله معك. لا لا مثل ما بقول لك احملهم وامشي عادي. نعم عادي. هول المصريات تحملهم وبتمشي والله معك وممنونك. مش بدك كان 100,000 دولار؟ كان بدي 100,000 دولار بس انا ممنونك. مش انت ما بدك تطرق مشوار من جل الديب عند الياس؟ صحيح جدا. طرقت المشوار انا وجبت لك اياهم انا شخصيا. تفضل. اوكي تحملهم وبتمشي. ما بدي عيد الجملة مرتين ثلاثة. نعم ما تتدخل عباس يا مصريات. خدهم خي. ما بدي اياهم. ميرسي كتير. حملهم ومشي الله معك وخلينا اصحاب. بشرفك. بطل بدك اياهم هلا. لا ما بدي اياهم. فيني اعرف ليه؟ رح اقول لك ليه. قل لي ليه ما بدك اياهم. لان مش بهالطريقة بزتون على الطاولة. عم لك شو شبك؟ عندي من نفسي انا عادل. تحملهم وبتمشي الله معك. شفتوا كيف زتون؟ شو زتون؟ طبعا بيعطيك اياهم. بيعطيني اياهم مش بزتون على الطاولة. ليك اعصابك فعم تعمل. احملهم وامشي يلا الله معك.